حضائر الجزء الثالث والأخير للأستاذ كبير منير بشير. أنا جورج عبد الله، موسيقي عازف عود. أهلا وسهلا فيكم بقناتي. متمنى اللي جديد على القناة اللي مو مشترك يشترك، فعلوا زر الجرس ليوصل كل جديد، وساهموا بنشر القناة لتعم الفائدة للجميع. الشباب اللي متابعين والصبايا اللي متابعين معنا هاي المقطوعة، نحن أخذنا جزئين وهذا الثالث. اللي مو متابع فايد دغري على هذا الجزء، بتمنى يرجع يشوف الفيديوهين اللي قبل مشان يعرف نحن وين صرنا. خلينا نبلش دغري. دو مي سول دو مي سول دو. نحن هون كان نهاية الجزء الثاني، هلا بدنا نفوت على الجزء الثالث. ببلش سول 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 مي ري دو. طبعا على وتر الدو مي بيمول ري دو، والصول كله نازل. صول 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 مي ري دو. صول 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 فا مي ري. صول فا مي لا صول فا سي لا صول سي بيمول واللا بيمول صول سي لا صول. منعيد صول 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 مي بيمول ري دو مي ري دو. المي بيمول الاصبع الثاني على وتر الدو. نحن هون بوضع بالوضعيه الاول، الوضع الاول يعني بيكون الابهام بعيد عن اول البنجه. انتو هلا مستوى متوسط متقدم مفروض صار يعرف هذا المعلومه. مي ري دو صول 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 صول. بالرابع فا بناخذ الفا طبيعيه فا مي ري صول صول صول. كمان يعني ترتيب الاصابع، ثاني اول تجي مي ري دو بعدين صول، تجي رابع ثاني اول، يفضل نازل طالع نازل بتكون الحركه تبع الحركه. يعني مي ري دو ري دو مي ري دو فا مي ري صول فا مي لا صول فا سي لا صول. طبعا هي هيك الصوت بس بده يكون هيك الرتم. مي ري دو فا مي ري صول فا مي. طبعا هون الصول اخذناها بالرابع، فا بالثاني مي بالاول، بعدين لا بيمول صول دييز صول بالرابع بالثالث الصول، بعدين فا بالاول، بعدين سي بيمول بالرابع، لا بيمول صول دييز بالثاني، وبالاول الصول. يعني تصير الحركة ببطء شديد. تدربوا عليها منيح منيح، بدها ساعات وأيام من التمرين لتزبط، مو سهلة. ابتعدوا عن قصة تتعلم العود بثلاث أيام واحترف العود بخمس دقائق، ولا تعلم العود بنفسك في ساعات، هذا كله حكي فاضي وما له طعمه.
هذا التمرين والتدريب والعزف، ولا تكون موسيقي بدك وقت وكل العمر. ما في إنسان، حتى العلم متجدد دائما، والتطوير والأفكار قابلة دائما للنقاش ولتطوير الأداء ولتطوير التمرين ولتطوير العزف والبحث على مساحات أوسع وأجمل وابتكار جمل جديدة ومؤلفات جديدة وطرق تمرين تسهل للطلاب ومناهج عالية. يعني تعلم 5 دقائق وبعشر دقائق وبأسبوع وخذ كل المقامات بدقيقتين. يعني في عالم مختصة، أساتذة مختصة بس بالمقامات، في أساتذة كتير محترف بيقول لك أنا المقامات ما بدرسها، بدك تكون تشوف أستاذ مختص يدرس المقامات. في شغلات كتير عالية من هاي الأمور. فنحن عم نجمع كل شيء ونحاول نعطيكم إياه. بدك تتمرن، بدك تتعب على حالك، بدك تجتهد، هذا المطلوب. نحن انا عم بكرر قدر الامكان لحتى انت كمان تعمل اللي عليك. يعني بقول لك تعلم الفرداش بخمس دقائق ولا عشر دقائق، ايه التمرين بينشرح بخمس دقائق ولا عشر دقائق، بس لتنفذه ولتتقنه بجوز بدك ايام واشهر كمان وساعات. هذا شيء مو للاحباط، هذا شيء لتكون حقيقي مع نفسك لحتى ما دغري بتزت الآلة والله ما مشي الحال. خمس دقائق تعلم خمس دقائق والمقامات ما حفظتهم، عم بنسى عم بخبص، ما بصير. كل شيء بده وقت وبده جهد وبده صبر وبالتراكم. المعلومات بتجي في تراكمية. التمرين انت بتصير بتطوره طبعا. لوين يا استاذ بنضل تمارين وكيف منحس؟ لا، انت بتتطور، بتطور تمرينك، بتطور ادائك. لما توصل لمستوى معين بتصير الاغاني او مقطوعات مثل هي التمرين. مقطوعة مثل هاي هي بحد ذاتها تمرين، فأكيد رح تتطور. عمل اللي عليك وبذل جهد وبتوصل. مثل ما قلنا بلشنا من الصور، رح عيدها المرة الأخيرة لننتقل اللي بعدها. الحكي والشرح المطلوب مشان توصل المعلومة وتأدي تنفيذها بشكل صح. صول 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 ميردو فاميرين. معلومة منيحة ومفيدة للتمرين ومهمة، انك انت وقت تصير عم تعمل بعد ما تعلق هون ميريدو ميريدو، ما في داعي تثبت اصبع على العلامة. ميريدو 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 ميريدو، بعدين بدك تعمل فاميري 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 فاميري، خليك مثبت الاصبع على الزن. فاميري فاميري يعني عم تحرك بهدوم، مو هيك يعني، مو عم تشيل كل، واضح الحكي؟ ما يعني ما عم تشيل الاصبع عن الوتر مثله هم. هذا ثابت بعد ميريدو 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 فا ميري، خلاص تركناه ثابت، صرنا هدول الاصبعين اللي عم يشتغلوا. رابع والثاني ميريدو 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 فا ميري فا ميري فا ميري فا ميري فا ميري، بدك ترجع بتخليه ثابت. فا ميري عفوا، فا مي ري فا مي ري فا مي ري فا مي ري، تجي صول فا مي صول فا مي صول فا مي صول فا مي. هلا في منه ما بتوصل معهم، يعني فتحة ايده ما بيكون لسه متدرب عليها، ممكن تعمل بعدين، بس اللي بعده لا كله قريب. بتخلي الاصبع الاول مكانه، وموضوع شو هاي السرعة كيف تشتغل عليها وتتمرن بتصير تطلع معه. هلا بتصير بعد ما خلصنا هون، او فيك تضيف شغلتين هون. ميردو صول 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 ميردو فا ميري صول فا مي لا صول فا سي لا صول. اثناء وانت هون عم توصل لهون بدك تعمل، بتضل عم تعمل صول 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 ميرا
قبل. تاني دو قرار صول قرار دو صول. راح ورجيكم كيف بس راح اول شيء اشرح شغلي عفوا. يعني فيك تعمل دو صول وفيك تعمل الدو والصول مع بعض تضربهم باول ضربه والدو والمي بيمول عوتر الريك بالاول مع بعض. يعني بتعمل دو صول مع بعض دو والدو والمي بيمول. يعني الدو بالثالث بتضل ثابتة، الصول بالثاني بتشيل الصول وبتنزل الأول على وتر ري مي بيمول. يعني بتزل. فهمتوا علي؟ الحركة الأولى بتاخدها صول 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 دو صول. اللي بعدها يعني مو اللي بعدها، أنت كيف بتحب تدخلها على القطعة دخلها دو دو مع صول. رح جرب رح ورجيكم اياها كيف شو قصدي صول صول وايمت تستخدمها. خلص عفوا عشان ما يصير طويل الفيديو كل شوي بدي اعيد لك اياها من الاول لهون. هون هيك بس تخلص هون بصير تيجي عندك كروماتكس صول. يعني شو اسمعها وهلا راح ارجع اشرحها. مثل ما اتفقنا صيغة المبالغة أو المبالغة بأداء التمرين أو البطء أو السرعة أو الإعادة مشان أنتوا تستوعبوا الفكرة. يعني أنت مو إذا بعيدها خمس مرات تعيدها خمس مرات، هي القطعة مرة أو مرتين تسمع القطعة الأساسية كيف مشغولة وبتشتغلها. وإن شاء الله أنا رح ننزل رح شوف بس يكون مثل ما بقول الجو تمام والأمور رايقة نزلها بس القطع لحالها مش... وموجودة هي كاملة كيف تنعزف. يعني بتصير بعد ما تعمل صول لا بيمول. هون بتكون بنصف الوضع الأول بهام ملازقة صول لا بيمول لا عادية سي بيمول سي صول لا لا. حكيتهم العلامات بس افهمهم هلا شلون. دو ري دو سي عفوا مي ري دو سي دو صول مي بيمول دو. رايحين صول لا بيمول لا سي بيمول سي عادية دو دو مي بيمول ري دو سي بكار دو صول مي بيمول دو مع بعض. تمام صرنا عند الدو بالتالي. هلا بلش عندك كمان الكروماتيك دو 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 عبيكار بالتالي دو دو ديز ري مي بيمول مي مي ري دو ديز. هلا هون كل بنرجع بننقص علامه وبنطلع منها. استوعبوه منيح هون هذا سلم الكروماتيك. شايفين هاي القطعه فيها كتير حركات جميله واللي بيشتغلها بيتطور عزفه. طيب نرجع دو بيكار دو دييز ري مي بيمول مي 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 بيمول ري دو دييز. اللي بعده ري مي بيمول مي
فا دي فا عفوا فا ديز فا مي بكار مي بيمول ري. هلا مي عادية مي بكار فا فا ديز صول لا بيمول صول فا ديز فا مي بعدين فا فا ديز صو عفوا فا فا ديز صو صو سوري آسف بعدين فا ديز فا صول لا بيمول فا ديز صول لا بيمول لا سي بيمول لا لا بيمول صول بعدين بعدين لا بيمول لا سي بيمول سي دو سي سي بيمول لا لا بيمول لا سي بيمول سي بكار دو سي سي بيمول لا هاي منعيدها مرتين. هلا انتم مفروض تكون جبت ورقه وقلم وبتعيد الفيديو من هون وبتكتبون وبعدين بتشوف كيف الحركه عم بتصير مثل ما قلنا نحن انت صرت عند الدو يعني بعد ما نكون عاملين بيكون بيناتهم نصف بعض نصف بعض يعني انت بترجع من الدو دو هلا نحن هون على وتر اللا اللي عند وصلنا عند سي بيمول شوف وهون نرجع لا صول لا صول لا صول لا صول لا صول هاي لا بيمول والصول لا صول لا صول لا صول لا صول تمام هيك بدها تنشغل القطع يعني وقت تكون لا صول لا صول لا صول لا صول هلا هون القفلة الحركة الأخيرة في كتير خيارات مشغولة هلا فيك تعمل لا صول لا صول لا صول لا صول وبتعمل مي ري دو ترجع للمي ري دو صول 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 فا مي ري ترجع بتعيدهم كلهم ترجع مثل ما كان
وبترجع بعدين لما انت بدك توصل بترجع راح ترجع تعمل ترجع بتعيد. يعني القفلة تبعك راح تكون انك لما ترجع عدو بعد ما تعمل الكروماتيك ترجع مثل ما بلشنا باول مقطع. هيك بتكون القفلة. وفيك تعمل يعني هذا انت هذا دائما تطوير مثل ما قلنا للقطعة بعد ما نوصل لهون. يعني فيك تعمل تاخذ يعني هاي لا بيمول صول لا لا صول لا صول لا صول بتجي لهون تبهنا لا صول هاي لا بيمول والصول يعني بتعمل لا صول لا صول لا صول. شوف هيك بتصير تقفلها بقى انت وحرفيتك وذوقك ولمسة الريشة تبعك. بتمنى لكم كل خير طلابي الأعزاء وبتشكركم على الدعم وعلى كل الناس اللي عم تحط تعليقات وعم تبدي تفاعل وعم تعطينا دفع لقدام وعم تحسسنا انه فعلا في رسالة عم توصل وفي ناس عم تستفيد. يعني اسلوبي مناسب وجيد ممكن للبعض ممكن للبعض الآخر لا، بس مثل ما قلت لكم يعني هذا نحن هون بعالم منفتح وأنا متصالح مع هذا الشيء. اليوتيوب مليان أساتذة ومليان طرق تدريس مختلفة، كل شخص بيختار اللي بيناسبه. بتمنى أنا دائما أطور من طريقتي بالتدريس. شو بتحسوا الأفضل ممكن نتشارك بالرأي وتكتبوا لي بالتعليقات. بتمنى لكم كل خير واستمتعوا جدا بهاي القطعة. هلأ رح أرجع لأمور تانية غير القطعة الموسيقية، بس أنا هلأ حبيت نزل هاي القطعة لحتى الواحد يقدر يبلش يشوف حاله هو بأي مستوى موجود. من هاي القطعة بتقدر تقيم حالك مثل ما قلت لك هاي القطعة متوسط ومتقدم. كيف هلأ نحن بنحكي على المتوسط ومتقدم؟ بطريقة العزف باحترافيته أكثر، بإدخال الجماليات أكثر وبإتقانه أكثر. يعني ممكن احيانا عازف محترف لما بيكون بيتمرن وما بيعمل وكتير ومجتهد وكذا ممكن ما عنده احيانا في واحد عالم مو بس موسيقى عم تعمل بحياته ممكن ينخفض الاداء شوي. بنقول هاي عزف متوسط بس القطعة هي احترافية يعني. بس كيف الواحد بيدخل الجمالية عليها؟ اي قطعة فيك تعزفها بكل المستويات، يعني فيك تعزفها بمستوى مبتدئ ومتوسط ومتقدم ومحترف اي قطعة موسيقية. يعني مو معقول قطعة لمنير بشير نحن نقول هاي قطعة لمبتدئ ومتقدم متوسط، بس ممكن يعزف المبتدئ وممكن المتوسط ممكن المحترف. الفرق هو بالاداء. او لفيروز سيدة فيروز يعني احيانا اطفال بيعزفوا القطعة احيانا فورا من اول درس ممكن تعزف، بس اكيد الاحترافية او الاداء او التقييم بينتقل بمستويات العزف وبالوقت اللي عم تاخده للتدريب. انا قلت لكم اعتمدت اسلوب خاصة ببداية القناة العزف كان حتى بمستوى يتناسب مع المبتدئ. عندي فكرة براسي لنشوف كيف بعدين، يعني عندي فكرة بتنفذها بالمستقبل خليها هلأ ضمنية لنشوف كيف راح. يعني هاي الخطة اللي كنت حاططها كيف راح استفيد منها بالمستقبل وفيدكم فيها يعني كرأي علمي وتدريسي انا قررت اخده. بأمان الله ضلوا بألف خير وان شاء الله بعم السلام على بلدنا جميع وبتوقف هالحروب وبعم الخير والسلام جميع العالم. ورسالتنا كموسيقيين رسالة محبة، رسالة مشاعر نبيلة، رسالة يعني شيء محزن اللي عم بيحصل بالعالم،
بس يعني أنا بقول دائما في محاولة منا لنخلق توازن مع هالكم الشر الهائل بهذا العالم. ضلوا بألف خير، بأمان الله. جورج عبد الله، موسيقي عزف عود.